فبس اللي أبي أقول إن أنا اليوم يوم سمعتك صراحة ارتحت نفسيا، يعني حسيت إن وصلتي صوتنا اللي نبي نقوله، الكلام اللي نبي نقوله وصلتيه. نعم، احنا مسعود شاكرين لك، شاكرين لك اتصالك. اهم شيء استاذ السلسله يعني متاكدين ان الرساله وصلت اللي تبي. لا لا، ويأكدون على انه بالفعل في حالات، في حالات. نعم. لكن ترى والله مو مستحيل معالجه هالحالات هذه. والخير في وايد في البحرين. صحيح. في عندنا خير. نعم. كاحنا نشوفه على ناس ثانية ونشوفه يضيع في أحيانا في 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 أنشطة رياضية، في أنشطة معارض، في مؤتمرات، في حفلات، في تبديل أولويات ميزانية. لو يجمعنا ذي كله صدقني الخمس لو ينعطى هني حق الفقارة اللي موجودين هني ويصرف عليهم، الزكاة ما تطلع برا أول، يعني الأقربون أولى بالمعروف، والله ما كان عندنا هذه كله. لكن سوء إدارة وسوء معالجة وكل واحد ما يثق في الثاني، ولا خل الدولة تعطي أنا ما أعطي، تم هالفقر. نعم، أيضا نأخذ هذا الاتصال من نهاد. مساء الخير نهاد. السلام عليكم. عليكم السلام. حي الأستاذ سوسن. حياك الله. يا هلا. وطبعا اتصالي ما عشان أتكلم لا عن شيعي ولا عن سني، أنا بالنهاية بحرينية، ولو كان في فرق ان التمسنا في حياتنا السابقه، لان لا سني قتل شيعي ولا شيعي قتل سني، فما في داعي نتكلم عن هالموضوع، لان هذه في الوجدان، في الاحساس. نعم. يعني انا ابعد عن حياتي وما احب افكر فيه ولا اخليه في قاموسي. طبعا استاذه سوسن ما قصرت، قالت اللي في الخاطر وكلنا ارتحنا، وغيري اتصل وقال نفس الكلام. اليوم لما أتكلم أستاذ علي الفضالة كثير ارتحت لكلامه، لأن أنا من الناس اللي يطوفون مجبورة أطوف على دوار اللولو، وإذا يعني حبيت أبعد أو أبعد فبيكون المسافة اللي طويلة كثير على بال ما أوصل يا من محرك أو للمنامة. نعم. فاضطريت أنا أمس لازم الظهر قبل الساعة 12 أمر، وكنت مرة من كم من يوم يعني، ولكن الزحمة اعتقدت في شيء أنا بعد، قلت خلاص أنا داشة، لكن لما وصلت ما شفت في زحمة، شفت في يعني تسيب. نعم. أصحاب السيارات يوقف سيارته وينزل أغراض، يعني ما في نظام. يحبذا لو إخواننا يعني يسوون نظام عشان الكل يقدر يتحرك ويروح لأشغاله، خاصة تدري إذا واحد أصبح إذا بيروح مستشفى السلمانية نضطر، هذه أقرب طريق يعني. نعم نعم. على كل حال احنا نتمنى الأمور ترجع. أشكر طبعا أستاذ علي الفضالة على كلامه، وهذه خليني أيضا أعرج على أخونا جابر. ومن هني خليني أقول حبذا لو هناك لجنة سريعة لمثل حالة أخونا جابر والمتصل الثاني اللي بعده. نعم. ننظر في قضية هالأشخاص من هذه النوعية، من هذه الحياة، وعندنا نحن ناس هني بعد نعرفهم، وإحنا اللي نساعدهم. نعم. من جمعياتنا يعني ما يعرفون شو يعني همبرجر. نعم. احنا اخت نهاد يعني بس والله مو لي اي شيء ثاني، لان بس عندنا اتصالات كثيره، يعني نقطتك وصلت اللي حبيتي توضحينها، وانا شاكرين لك حقيقه اتصالك. ايضا احنا ما نبي نقاطع يعني طيب اي احد، لكن والله اسمحي لنا استاذه سوسن. ايضا نستقبل هذا الاتصال من هاني الفردان. مساء الخير هاني. انا مرحبا. يا هلا هاني، مرحبا. اول شيء انا اشكركم على اتاحه الفرصه لي اتكلم. حياك الله. انا اتكلم وياك واحد موجود في الدوار، دوار اللؤلؤه. نعم. يعني حبيت أوصل رسالة معينة أيضا، الكلام اللي يقال عن دوار اللؤلؤة والتعطيل والضجة اللي تصير على أن شباب الدوار اللي في اللؤلؤة قاعد يعطل حركة السير. يمكن نوضح شيء واحد، الشباب اللي في دوار اللؤلؤة لا يعطل حركة السير، الشباب اللي قاعد في الدوار هو اللي ينظم حركة السير في الدوار. المرور غائب أبدا عن دوار اللؤلؤة، ويمكن نسأل ليش المرور لا يقف في دوار اللؤلؤة ينظم السير. تعرف الشباب اللي في الدوار اللؤلؤة يرفع شعار سلمية، لا يعتدي على أحد، لا يسيء إلى أحد، يحاول أن يطالب بمطالبه المشروعة، ومن حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه وأن يطالب بالمطالب. بإمكان رجال المرور أن ينزلوا للدوار وأن ينظموا حركة سير المرور كما فعلوا في المسيرات المؤيدة للحكومة. المرور نظم السير، المرور نظم الحركة المرورية، المرور كان موجود، بإمكان رجال المرور أيضا أن يكونوا موجودين. السؤال، لماذا غاب رجال المرور عن الدوار؟ يمكن نسأل هذا السؤال لإدارة المرور. نعم. لماذا غابوا؟ هل تم الاعتداء على رجال المرور؟ هل تم الإساءة إلى رجال المرور؟ أبدا.
قوات الأمن حتى الموجودين اللي كانوا في الدوار كانوا شباب الدوار يودون الورود إليهم ويقدمون الورود إليهم، وبإمكان شباب الدوار أيضا أن يقدموا الورود لرجال المرور أن يساعدوا رجال المرور في تنظيم حركة المرور. ولكن لنسأل نفسنا أين ذهب رجال المرور إذن عن الدوار؟ هاني هذه كل النقطة اللي موجودة عندك، لأن عندنا اتصالات كثيرة. أنا كنت بتكلم بعد أيضا في نقاط معينة. خلي لأن من النادر إحنا نسمع ناس من الدوار، إحنا نبي نسمع من الدوار. بالعكس بالعكس. خلي أختي سوسن تفضل. أنا كنت أحاول مرارا وتكرارا مع كل اللي يعملوا في التلفزيون، أنا مستعد أتكلم ما عندي إشكال، أنا مو خايف. أنا اسمي هاني فردان وصحفي موجود، وأنا موجود في الدوار أيضا، لدينا مطالب، من حقنا أن نعبر عن مطالبنا. عبرنا عن مطالبنا بشكل سلمي جدا، أبهر العالم، أبهر كل العالم، وجه الشعب بالرصاص وهو يحمل الورود. هذا الشعب يستحق الاحترام من الجميع. هذا الشعب وهذا الشباب المطالب بحقه يستحق أبداً، يستحق التقدير من جميع الناس، لأنه لم يحمل حجر، لم يكسر، لم يدمر. انظروا ما فعل في مصر. في مصر حدثت مآسي. في مصر تم التدمير، تم الحرق، تم كل شيء. في البحرين لم يتم أي شيء من هذا. يقفون يطالبون بحقهم وهم محاملون الورود، يواجهون الرصاص بصدور عارية. لماذا نسيء إليهم؟ هل لأنهم لديهم مطالب؟ من حق الشعب أن يطالب، من حقه أن يغير، من حقه أن يعبر عن رأيه. هذا حق مكفول لكل مواطن. جلالة الملك عندما ظهر في خطابه الأول كفل للمواطنين حق التعبير السلمي، حق التعبير السلمي، وكان واضح من حق الناس أن تعبر تعبيرا سلميا ولن يتم الاعتداء عليهم. ولكن في اليوم الثاني تم الاعتداء عليهم من قبل الجيش، وأدى إلى قتل أحد المواطنين. هنا السؤال، لماذا الجيش قتل الشعب؟ يعني سؤال غريب يجب الإجابة عليه. المواطن كان سلمي، المواطنين اللي كانوا في الدوار كانوا سلميين في مطالبهم، كانوا حضاريين يعني الورود. لم يأتي هاني خوي صدقني، يعني المجال مفتوح لك ومفتوح لغيرك، لكن يعني لو انتقل إذا عندك نقطة ثانية وبكل اختصار انتقل إلى نقطة ثانية. يعني هذه النقطتين اللي قلتهم انت رجل المرور. أنا أحب كلمة واحدة أقول لكم، يجب على تلفزيون البحرين أن يأتي الدوار. نعم. تلفزيون أنا تعهرت الى اي واحد، انا شاب بحريني موجود، حتى لاي واحد جيب تلفزيون البحرين الدوار، انا مستعد امشي وياه ونحميه ونخليه يصور كل شيء في الدوار. ويصور الانتقالات التي يريدها. اي مديع يريد ان ياتي يريد ان يجري مقابلات مع الموجودين في الدوار بامكانه ان ياتي. لا يوجد احد يمنع من دخول الدوار. الكل مسموح له بدخول الدوار. شكري لك. طيب هاني سمعناك، ارجى ان تسمعني شوي. شكري لك هاني، تسمعني بس شوي. يعني اولا بالنسبه لرجل المرور، انا صراحه ما اعرف ليش، بس تحليلي الخاص هذه وما ادري اذا هو صح ولا لا، هو اعتقد انه هو يراد ابعاد اي صوره امنيه يعني عن الدوار بكل اشكالها، ان كان يعني، لان احيانا انت تشوف رجل مرور ما تعرف هذه مرور ولا شرطي ولا كذا، والحق ايضا مكفول اداره المرور في انها يعني ممكن يعني يكون لهالسبب، ما اعرف ليش. نعم. بس لهالسبب يعني منعا لاي التباس او اي تصادم او اي احتكاك، لانه يظل هو صوره رجل امن يعني. وبعد اللي صار افترض يعني كان يمكن الغرض ان هذه الابعاد يكون لهالسبب، ما اعرف هذه ولا لا. المساله الثانيه بالنسبه لاطلاق الرصاص، طبعا احنا قلنا من اول الحلقه غير مقبول بتاتا، ولا يمكن يجاز، ولا يعني ويجب التحقيق فيه، وفي لجنة تحقيق شكلت، والآن يجب الإسراع في لجنة التحقيق منعا لهذه ليش وما ليش. وتم إذا في جدية فعلا في التعامل مع الموقف، الجدية تبدت باعتذار جلالة الملك أول مرة، لكن اللي صار ثاني مرة وبالخميس كأنه معارضة لجلالة الملك ورأيه. يعني ما يصير أنا أعتذر في اليوم الأول تروح أنت تسوي ذي يوم الخميس. فهذه لازم يحقق فيه، واللجنة قاعدة تحقق في كل الوقائع اللي صارت. يجب أن تسرع في إعلان نتائجها وتقول، ومن حق اللي في الدوار يسمعون نتائج التحقيق ويعرفونها بكل شفافية، وإذا في عقاب، إذا في تعويض، إذا في شيء كله يتم. مع التأكيد على يعني على حق رجال الأمن إذا رجال كان هو يدافع في حالة دفاع عن نفس ولا رجالنا ويحمون يجب البلد. يعني لازم نثق في إحنا، لازم إذا تمت عدم الثقة في بعضنا بعض لهالدرجة.
بعد ما يصير انا اكذب روايات اخرى تم قيلت عن وجود اسلحه بيضاء وذي يعني الجروح اللي صادت رجال الامن ما صادتهم يعني من حكه فيهم مثلا يعني نعم في شيء صابهم بعد من وين نعم. خليني اسمع الطرفين قد يكون مو كل اللي في الدوار يدرون عن بعضهم بعض يعني أنا داش بسلمية وأنا داش أدري ما حامل سلاح بس هل أضمن هالمئات اللي موجودة معاي نعم. كلها على نفس الخط خليني بس المكالمات كثيرة ولا باقي سبع دقائق بس نقطة صغيرة بشكل سريع في الدوار في تفاوت ما في جماعة واحدة ترى اللي الحين هو يقول بشكل سلمي وحضاري وأنا أقدر ومصدقته الأخ هاني بس بالمقابل معه في الدوار رافعين صور فيها سب وشتم نعم. وين السلمية؟ وين الحضارة اللي تقول عنها؟ أنت صح أثق في كلامك، غيرك بعد أثق في كلامه، وغيرك حمل الورود صح مثل ما أنت تقول أنا ما أكذبك مصدقتك، لكن في غيرك لا، في غيرك شتم، في غيرك سب، في غيرك ما يصدق يشوف ميكروفون لإذاعة أو محطة أجنبية إلا سفل وقال وما خلى كلمة ورموز أنت ما تقدرها ما تحترمها، غيرك عنده هذه تاج راسه. عنده هذه يعني دون الدم مثل ما انت عندك رموز خلينا نستقبل هذا الاتصال مع التاكيد على مساله ان يعني رجال الامن ورجال الجيش ايضا هم رجال هذا البلد ويحمون هذا البلد ويسهرون على راحتنا. نستقبل هذا الاتصال من ميقات. مساء الخير. مساء النور اخوي. حياك الله اختي تفضلي. انا بدي اقول لكم شيء، انا واحده من الشباب اللي ما طلعوا لو في المسيرة ولا طلعوا في الدوار، لأن الشيء اللي قاعد يصير ما يرضي الموجودين في الديرة. وأنا ودي أوجه كلمة حق الأستاذة سلسلة، أقول لها مشكورة وايد على الكلام اللي قاعدة تقولينه، لأن صحيتي فينا وايد أشياء وعلمتينا وايد أشياء من كلامك، وأنتي زرعتي فينا أمل، وصدق أنتي تكلمتي بالأشياء الموجودة في قلوبنا. وأنا عندي نقاط سريعة بس بقولها. أول شيء بقول عن القنوات الخارجية، أقول نصيحة للناس لا تتابعون هذين القنوات، طالعوا قناة ديراتكم، ديراتكم هي اللي قاعد تقول الحقائق الموجودة في الديرة. هم قاعدين يضخمون الأمور. أنا أقارن بالقنوات الخارجية، أطالع شوي هني وأطالع شوي هني، لكن ألقى أن هني يقولون مثلا 400 جريح، وين 400 جريح؟ المستشفى ما فيها شيء، وزير الصحة بنفسه يطلع ويصرح انه ما في شيء. هذه نقطة. نقطة الاصلاح الكل يبي، لا سني ولا شيعي، كلنا عيال ديارة واحدة. واللي صار ما يرضي الطرفين. ثاني موضوع الموجودين في الدوار، انا بقول لكم شيء، قبل يومين كنت رايحة حق رفيشتي في عراد. مرينا على الدوار، كل شوي نسمع واحد يوقف ويتكلم حق الناس ويقول لهم شيء. قاعد اقول في قلبي يا ناس بطلوا التلفزيون، شوفوا الناس شنو قاعدين يسوون. الناس قاعدين يحاولون ان هم يقدمون اصلاح، قاعدين يعدلون اشياء، بس انتم ما قاعدين تسمعون، يعني انتم بس قاعدين تسمعون نفسكم. انك تطلع عقب ميقات اذا كانت عندك شيء. النقطه اللي عقبها بقول حق الشباب والله العظيم في يدكم اشياء وايد تقدرون تسوونها. وقفوا البرودكاست، وقفوا التويتر، الفيسبوك، الاشياء اللي قاعدين تناقلون فيها اشياء غلط. خلونا كلنا يد واحده نبني شيء، مو نهدم شيء. احنا قضينا 10 سنين قاعدين نبني، في يوم واحد بنهدم كل شيء قاعد يصير. وبصراحه هي كل اللي عندي. شكرا لك اتصالك. ميقات ايضا استقبل هذا الاتصال من زهره. مساء الخير زهره. الو السلام عليكم. عليكم السلام. حبيت اشكركم على البرنامج، واشكر الاخت سوسن، وخصوصا البرنامج اللي قدمته ويا ولي العهد. بس فينا الامل. نعم. بس لحد الان ما حصلنا ولا نتيجه. ليش الاستعجال زهره في النتائج؟ ليش خصوصا ليش الاستعجال؟ تقول لنا ليش الاستعجال؟ احنا بوضع عايشين في قلق، يعني ما ندري عن مصيرنا وايش. نعم. لا معك حق والله يا زهرة، أنا أحس بطء مو استعجال، أنا أحس إن ردود الفعل أبطأ من الأحداث. بس ما تشوف الأستاذة سوسن إذا كان إذا كانت ردود الفعل أبطأ في كل شيء. الأخ اللي اتصل جابر، إحنا نفسه إحنا عائلة بحرينية بعد تضررنا. تضررنا، إحنا توفى الوالد. وما في اللي يشتغل عن أني وأخوي. إحنا من ذوي الدخل المحدود، قواتي جامعيات مخلصين الجامعة وقاعدين في البيت، واحدة الحين توقفت بعقد مؤقت مدة سنتين. يعني وش بيتنا بالبيوت الآيل للسقوط، ضرنا نبطون بكرامة، الله يعزكم، حتى دورات المياه ما كانت عليها باب، نستعيد أحد يجينا ضيف يدخل البيت يدخل الحمام. يعني وش تبغون؟ النواب رش صوتك أمانة، وصوتك أمانة، خلوا البرامج في الراديو على
الترشيح والتصويت. يوم اتصلت أنا كلمت وقلت صوتنا أمانة، واللي ياخذ صوتي مو واجب عليه أن استفيد من حق من حقوق في الوطن. توظفت وتوظفت عن طريق وزارة العمل.